ذكر حجاج العراق خبر وفاة الصحابي البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، قائد صحابي من أصحاب الفتوح، أسلم صغيراً، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، أولها غزوة الخندق. جعله الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أميراً على الري بفارس، فغزا منطقة أبهر غربي قزوين وفتحها، ثم فتح قزوين فملكها، وانتقل إلى زنجان فافتتح عنوة. عاش إلى أيام أمير العراق مصعب بن الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. روى له البخاري ومسلم 305 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عن عمر ناهز 81 سنة.